أنا سميتي ربيعة هاشم، الأم ديال عبد الرحيم الدحماني. عاد من الحاجة شنو وقع من الأول؟ يعني عبد الرحيم ولدي ملي تغيب من الدار من 2017 شهر 9، ولكن ما كانش كيجي ولا اتصل بينا غير 3 مرات، يعني آخر مرة في 2020 شهر 3. يعني هضر معايا قال لي إن شاء الله ما غندخل كازا وغادي نجي نشوفكم. صافي سولت قلت له يعني فين عايش وداك الشيء، قال لي ما بغاش يقول لي فين كاين. قال لي المهم اللي غنجي غنعاود لك كل شيء، نقول لك داك الشيء اللي كاين غادي نقوله لك. صافي من تما جا الحجر الصحي، من تما ما سمعت لا الاخبار ولا والو حتى نهار الجمعه هذه الاولى ديال رمضان. تلاحوه في الفيسبوك ديال داك ديال سميتو ديال الاساطير البرنوسي، طلع للناس اللي داخلين داك الجروب. تجات بنت الجيران كتقولها لينا. صافي تما ملي دخلنا لداك لهداك لقينا داك الصحفي كيتكلم عليه، واحد السيد خور تاني تاني هضر معانا، عطاونا الفيديو داك الشيء اللي كاين. صافي شوفي داك الفيديو، الفيديو يعني البحر جايبو تاخر نلقى الصياد هو اللي علم السلطه ديالهم وخرجوه. ملي خرجوه لقاو عنده ساك مربوط فيه، يعني فيه لاكارت ناسيونال والتليفون والفلوس، يعني بسمية ديال رضوان ضاربي من خريبكة. قالوا بان هذا هو يعني الجثه، هو الشخص ملي داوه التشريح، ملي قطعوا له الملابس ديالو الداخليه، يعني لقاو عنده وثائق اخرى مغلفه بسكوتش وملويه عليه بالسلوفان. صافي عرفوا بان عبد الرحيم الدحماني يعني من كازا، وعنده بطاقه اخرى على طنجه، يعني في دوار في حي بوشتا وبيرمي وكارد غيشي. صافي عيطوا لي نهار الحد من القنصليه ديال الجزائر، يعني بغينا نتأكدوا. يعني هادشي وقع في الجزائر؟ لا، وخرج من القصر الصغير، داكشي اللي جاتنا معلومات من طنجة. خرج كان عايش في طنجة ولكن خرجوا من القصر الصغير، من تما البحر لاحوا للجزائر وهران. ما حتى سميت ديك بقيت عاقله عليها، ديك البلاصه اللي محسوبه على وهران. حيت حاولتوا تواصلوا مع الناس المسؤولين انه يجيبوه يدخلوه المغرب؟ دابا عيطوا لنا من القنصليه ديال الجزائر، يعني عطاونا المعلومات كامله وداك الشيء. قالوا لنا هما غادي ينسقوا مع ديال المغرب باش يعيطوا علينا باش نشوفوا واش غنديروا. سابق ما عيط لنا حتى شي واحد حتى الان، ما عيط لنا حتى شي واحد. حيت انت شنو كطالع؟ اشنو كيقول لك خاطر؟ واش هذاك ولدك ولا ماشي ولدك؟ هذاك ولدي هذاك، لان ملي جبدوه حطوه في البياس، يعني الفورمه ديالته والطوله ديالته. اما الولد الاخر يعني ما طويلش وما غليتش، يعني قليول شويه. المهم ما هوش قد عبد الرحيم، عبد الرحيم عامر وطويل. حاجه انت شنو كتبغي تقول للناس المسؤولين؟ كنطالب من المسؤولين يعني يتدخلوا
يديروا معنا شي حل باش نديروا ويعيطوا لينا باش نديروا لاديان باش يطبقوها معاه ويجيبوه لبلادو. احنا ما عندناش لو كان حاج وش هو عمرو عندنا الله واش عمرو جبد معاك هاد القضيه ديال الحريه؟ لا هو ما كانش بعد عنده فكره ديال الحريه، كان هو ضد الناس اللي تيحاربوا. ولكن لو كان لقى داكشي اللي كان باغي هنا ما كانش يحرق. هو داير بيرميات من الصغير حتى الكبير، وكان الامنيه ديالو هو يسوق رموك، يخدم في شركه ديال الرموكات. ولكن ما كان مدوز طاج، ولكن ملي تيمشي يقلب تيعطيوها غير تيقول لك غير نوار. قال لك انا ما نخدمش نوار، اللي وقع لي شي حاجه معاك وعليا حتى شي حاجه ما عنديش حق. الله يعين. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.